عدد صغيره، لا بنوصل ل50,000 و60,000 تحديدا في الملاعب العربيه، وده كان في المغرب في مرحله الجوله السابقه. الرجاء وحريه كوناكري، الوداد والزمالك، الاهلي حضر حوالي 10,000 في ماتش السان داونز، ماتش المريخ اللي جاي ممكن يكون فيه حضور جماهيري، في كلام عن دور السوبر الافريقي، في تفاصيل كتير جدا في هذا الشان. لذلك اذهب مباشره الى المغرب مع الزميل العزيز والناقد الرياضي المغربي الاستاذ جمال سطيف. استاذ جمال برحب بك على شاشه قناه الاهلي. شكرا لك زميلي واخي محمد سعيد، تحيه لك وتحيه للمشاهدين الكرام. طيب اطلاله كده على مباريات دوري ابطال افريقيا والنتائج والحضور الجماهيري واشتراطات الكاف بعوده الجمهور، وبنبارك لكم على عوده الروح للملاعب المغربيه من جديد بعد عوده الجمهور سواء الودادي او حتى الرجاوي. بكل تاكيد ما ميز مباريات دوري ابطال افريقيا خصوصا في الملاعب المغربيه هو عوده الجمهور، عودته بكامل الطاقه الاستيعابيه للملاعب المغربيه. يعني كنت اكيد تابعتكم يعني مباراه الرجاء وحوري كوناكري بحضور جماهيري، ثم يعني الحضور كان كبير في مباراه الوداد والزمالك. في البطوله الوطنيه ايضا في الدوري المغربي عوده الجمهور، هذا اعطى روح جديده للتنافس، اعطى تشويق، اعطى اثاره، واعطى ايضا دفع ايجابي للاعبين وللمدربين، وجعل للمباريات طعم ونكهه اخرى. اكيد. طيب عودة الجمهور في المغرب كانت مفاجأة بالنسبة لنا بالساعة الكاملة في كل المباريات، هل كانت مفاجأة بالنسبة للإعلام المغربي؟ وفي نفس الوقت شايف برضو الحضور الجماهيري مدى تأثيره على النتائج في مسابقة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية؟ الحضور الجماهيري كان له تأثير كبير جدا على النتائج، خصوصا بالنسبة لجميع الأندية التي استقبلت بحضور جمهور في الدوري المغربي، فازت باستثناء مباراة واحدة فقط أولمبيك خليفة الذي تعادل في ملعبه، ولكن بقية المباريات جميع الأندية التي استقبلت بحضور جمهور يعني فازت وحسمت المباريات لصالحها. على المستوى الإفريقي أيضا الوداد حسم مباراته مع الزمالك، الرجاء حسم مباراته مع حورية كوناكري الغيني، ونهضة بركان أيضا استفاد من سلاح الجمهور وفاز على سيمبا الطنزاني بهدفين للصفر. الجمهور صراحة غير شكل الأندية المغربية، غير شكل الأداء، وضخ روحا جديدة يعني في اللاعبين، دفعتهم يعني لتحقيق ما كان مرجوا منهم في هذه المرحلة. أبرز مفاجآت نتائج الجولة الأولى والثانية والثالثة خلال الفترة السابقة يا أستاذ جمال؟ المفاجأة الكبرى خسارة الأهلي بكل تأكيد، يعني خسارة الأهلي مع أحد كان يتوقع أن الأهلي يمكن أن يسقط بملعبه أمام سان داونز، وكان يمكن أن يدرك التعادل في اللحظات الأخيرة، وبالتالي هذه واحدة يعني من أكبر المفاجآت، سقوط يعني خسارة الأهلي. أيضا وضعية الزمالك المصري، لا أقول خسارة الزمالك مفاجأة مع الوداد، ليست يعني مفاجأة بالنظر إلى قوة أيضا فريق الوداد والحضور الجماهيري، وأيضا حتى تذبذب مستوى الزمالك، بالتالي فخسارة بالنسبة لي كانت يعني مفاجأة من عيار ثقيل جدا. طيب دوري السوبر الإفريقي هل له تأثير على أندية شمال إفريقيا في الفترة القادمة؟ متى يتم تنفيذ هذا المشروع في الفترة القادمة؟ الفكرة في حد ذاتها شايفها إزاي كمان يا أستاذ جمال؟ الفكرة يعني والغريب في الأمر أن الفكرة رفضت على مستوى الأوروبا، يعني الأندية الأوروبية تكتلت من أجل رفض السوبر الإفريقي. إنفانتينو أيضا كان له موقف أيضا من أجل يعني السوبر الأوروبي نفسه. الو استاذ جمال. طيب هنحاول الاتصال بيه مره ثانيه، يمكن كنت بتكلم مع جمال سطيفي على نتائج دوري ابطال افريقيا. طبعا بالنسبه للاعلام المغربي هي اكبر المفاجات، ومحدش كان يتوقع طبعا نتيجه مباراه الاهلي وصن داونز. بالمناسبه هذه المباراه كانت بصافره مغربيه للحكم الدولي رضوان جيد، وطبعا كان في بعض القرارات التحكيميه سواء هنا او هنا، لكن عموما الاهلي قفل صفحه مباراه صن داونز وبيستعد بالتاكيد لمباراه المريخ السوداني. طاقم تحكيم انجولي لمباراه المريخ السوداني، كمان مباراه الاهلي وصن داونز كمان هتكون يوم السبت 12 مارس. عاد الينا من جديد الزميل العزيز جمال سطيف، اتفضل يا جمال. قلت انه انفانتينو الذي خرج ليرفض بعد ان انكشف امره يعني على مستوى السوبر الاوروبي ويعمم بلاغ الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا رافضا للسوبر الاوروبي، هو نفسه الذي اطلق يريد ان يطلق مسابقه السوبر الافريقي دون مراعاه لمصالح الانديه، حتى لو تم يعني تحويل يعني ارقى مسابقه قاريه بالنسبه للانديه الافريقيه الى دوري تجاري محض. سيكون مرهق
ان تم يعني اتفاق على سيرته حاليا مرهق جدا لانديه شمال افريقيا لانها ستصطدم يعني فيما بينها، علما انني شخصيا انا ضد هذه الفكره لانها لا تراعي الانديه التي تتوج في بلدانها. من غير المعقول انك تضمن مشاركه في السوبر الافريقي دون ان تفوز بدوري بلدك، هذا يضرب ايضا الدوريات المحليه في الصميم او يحولها الى ملحقه للسوبر الافريقي والى دوريات بدون. طيب جمال، هل في تعليق او راي قاطع وواضح من اداره الرجاء او اداره الوداد على فكره السوبر او دوري السوبر الافريقي؟ صراحه يعني لم يدلي اي يعني مسؤول لا بالنسبه للانديه بموقفهم بخصوص السوبر الافريقي، ولكن في الكواليس انت تعرف يعني الصوره لم تتضح، الاتحادات هي المعنيه بالدرجه الاولى وليس الانديه، اذ كان هناك رفض اذ كان هناك امور يعني يجب دعوه الكاف لتغييرها، فالاتحادات اتحادات البلدان هي التي يجب ان يكون لها موقف من هنا. مهزله، انا شخصيا اعتبرها مهزله، صحيح الحديث عن الحوافز الماليه وما الى ذلك، ولكن ان تفرغ الدوريات المحليه من قيمتها هذا غير معقول. ماذا مثلا فريق مثلا يتوج بالدوري المصري من خارج دائرة الأهلي والزمالك وأن يحرم مثلا من المشاركة، أو في المغرب مثلا أن يتوج نادي آخر خارج دائرة الوداد والرجاء ويجد نفسه ممنوعا يعني أن لا يمثل بلده في أرقى مسابقة قارية، هذا عبث ومهزلة حقيقية لن تخدم يعني الدوريات المحلية، يمكن أن تخدم إلى حد ما إنفانتينو، يمكن أن تخدم موتسيبي في شكل من الأشكال، ولكن لن تخدم كرة القدم بأي شكل من الأشكال. تمام، الزميل العزيز الناقد الرياضي المغربي جمال سطيفي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات بخصوص نتائج دوري ابطال افريقيا، عوده الجماهير، وكمان اطلاله على دوري السوبر الافريقي. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض واخر فقره معانا في برنامج الترند.